عربي صح؟ طيب صباح الخير، ايه الاخبار؟ انا هعلم جينجو دلوقتي مهاره مهمه جدا، ان هو يبص في عينه. تمام اوكي، هوريكم. هي ليها كذا طريقه طبعا. الطريقه المعتاده بتاعت ان انا احط الاكل قدام عيني فهو يبص لي، فابدا كفه وبعد كده ابدا يتعود يبص لي. وفي طريقه بتخلي الكلب امهر في الموضوع، ان انا اصلا لما عينه تيجي في عيني تمام، بالتالي انا هكفه كده، هو عارف ان معايا اكل. عارف كده بس عشان اكسب بس. تمام بالصدفه، استنى لما تيجي بالصدفه وهكفه. يبص بقى في كل ناحيه. وبالمناسبه هي مش صدفه قوي، هي الكلاب اصلا بتتعود مع الوقت، ان هي اصلا الكلاب بتتولد اصلا عندها يعني حته ان هي عايزه تستعين بينا، فكده كده هيبص لي يس في عيني عشان يشوف ايه اللي ممكن يحصل. تمام، او انا ممكن اساعده ازاي. فكل ما هيبص لي هكف، كل ما يبص لي هكف. تمام، طبعا لو اتشتت مني وروح هرجعه تاني. تعالى بينجو يس سيف يس، هو نفس الفكره. تمام اوكي، المره اللي هيشمشم فيها في الارض هسيبه خالص، نفس الفكره اهو. لما يبص في عيني تمام، هو يجرب كل حاجه لحد ما يكتشف سيكونس معين. بينجو ست، بينجو هنا اهي، هيحاول كل حاجة يعرفها. ست، أنا بس بديله ست وكفو عشان ما يفقدش الأمل. يس ست ست يس، بدأ يكرر موضوع إنه يبص في عينه. بينجو ست يس. تمام، بدأ يكتشف ان ده اللي بيجيب له الحاجه. على فكره الموضوع ده سهل جدا، تدريبه سهل جدا. تمام، في ملحوظه هنا، انا لما لقيته متشتت بتريت واقف ايدي كده، رجعت ايدي ورا ظهري ست يس. تمام، عشان هو اكتشف ان هي اللي بتجيب. بعد كده هبدا اعملها العكس، ان انا ايدي تبقى بره ست يس. تمام، هو كلب شاطر. يس، بطول في الحته ست ست يس يس. تمام، زي ما قلنا بيعمل الاكشن اللي بيود عليه الفايده. هو طبعا شاطر وتعلمها بسرعه، في كلاب بتاخد وقت. يس تمام اوكي، طبعا هقعد بقى مع التكرار مع التكرار. خلونا نجيب اخوه، يعني هو انجز بسرعه، لو خلونا نجيب اخوه ونجرب معاه. هات اخوه معايا تاني. يس عندهم مشاكل طلوع فظيعه. تمام، ودي ان شاء الله لازم تتحل. لا لا، لبس ده هنا بس. ده تعالى طبعا
طبعا فالنتينو بقى بيسرح اكتر او استقلال اكتر وسنه اكبر شويه بشهرين. تمام هنجرب معاه. تمام يلا ست. يس خلاص برضو نتكلم ان احنا بنتعامل مع كلاب لابرادور فبالتالي الوضع بيبقى اسهل بكتير. يس تمام. بصوا انا اقول لكم حاجه برضو. لوك 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 هو كلمه لوك لسه اللي هي بص ما تعنيلوش شيء فبيجرب كل حاجه. تمام انا هخليه الاول يبص لي الاول ويطول وبعد كده نديله لوك. خد تعالى تينو ست يبص في كل حته. تعالى مش فاهم محتاجين منه ايه. ست يس يس هو بص لي المره دي انا كفايته. ست بطريقه عشوائيه شويه يعني اكافئ بطريقه عشوائيه عشان ما يبقاش متوقع انه ايد اللي هتجيب. يس يس بدا يجيب عينه في عينه كويس. بينجو تينو تينو يس تينو خد يس خد ست يبص لي انا عايزك تسيب الاول. ست يس يس تمام بدأ يبقى تعالى كده سن او تعالى تعالى هجي لك كده. خد ست يلا لوك يس تمام. الموضوع سهل جدا يا جماعه. المشكله الوحيده بس ان هو بيحتاج منكم براكتس بقى تقعد تعيد 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 وباشكال مختلفه. بعد كده لو الكلب بيحب لعبه تستخدم لعبه وهكذا الى ان يبقى المعتاد بتاعه ان هو يبص لك في عينه حتى بعد كده ما يبقاش في اكل والكلام ده كله. ست ست الشاهد هنا ان هم اتعلموها من غير من غير ما يبقى فيه يس تمام اشارات او حاجه خالص. هو اكتشف بنفسه ان هما يعني اكتشفوا بنفسهم ان هو الاحسن حاجه انه يبص لي في عيني عشان دي اللي بتجيب له الحاجه. هبدا اديله الكلمه بقى هو ما يبصش لوك يس تينو كم 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 ست ست لوك يس نفس القصة يس هنا لوك يس في الوقت كمان. طبعا هو لابرادور فاللابرادور يعني كلب ذكي جدا كلب لطيف جدا
الكلب بيرقط. لا المره دي انا اتاخرت شويه في ان انا ادي كلمه يس، تمام؟ فهو كان بص بعيد فانا ما كفرتوش عليه. لوك يس، تمام. المساله مساله وقت بعد كده. لوك يس. تينو لوك يس. تينو لوك لوك يس. على كده تينو لوك هنا هنا ليفت يس. تينو ليفت يس. تينو لوك يس. تمام انا جبت له في الارض شويه عشان نتشغل. ست يس هنا. طيب خلاص انا المره دي بقى هخليه هو لقط الاوردر، هخليه يطول شويه. لوك مش هكافئه غير لما يطول. لوك هنا. تينو يس. تينو لوك لوك يس. تمام بدأنا نحاول في الوقت شوية. لوك يس. بس كده وهكذا وهكذا وهكذا، التكرار الى ان الكلب يبقى حافظ الموضوع 100%.